هنالك اليوم من يدعو شباب المسلمين وعامتهم إلى سلوك المناهج الوافدة والمناهج الحزبية وجعلهم في أحزاب وجماعات، ويقول أن هذا هو الطريق الصحيح كالانضمام إلى جبهة النصرة وداعش وتنظيم القاعدة والإخوان المسلمين. سماحتكم، جميع الفرق هذا اليوم كلها ضلال. إذا نظرت إلى نظرة فاحصة وجدت أنها لا تمت بصلة، وأن منهم تقمصوا الإسلام لأرائهم وأهوائهم وخداع الناس، وإلا أبغى ضلال. استباحوا الدماء، انتهاكوا الأعراض، نهبوا الأموال، أفسدوا في الأرض، سبقوا الدماء بلا حق. هذه كلها يا إخواني مناهج باطلة، وراء من وراء لا خير فيها ولا ثقوا بها ولا بأهلها. ومن يدعو شبابا إلى الخلاط مع الفرق الضالة فقد أخطأ وضل سواء السبيل.